ولكن لأنه كان في معركة حقيقية، وأنا هذا التراب محتفظ فيه، ولكن أيضا عندي تراب آخر من جبته من غزة. عندما ذهبت إلى غزة جبت معي تراب وبس محتفظ فيه في بيتي الآخر بعيد. هذه بتشوف بعض البلدان اللي أنا زيرها، طبعا هذه من تونس، هذه لها وقع خاص بلا شك. هذه صورتك؟ لا، اكتشفها بنفسك. هي هذه 2009، يعني هذا غزة التحدي. اي بس هذه انت؟ هذا انا. صحيح؟ نعم. بالخوذة والله شكلك مختلف. اي هذا بالخوذة. يعني هذا كان انا كنت هذا لابس الدرع طبيعة الحال، لانه كنا عم نعمل برنامج مع المقاومين وكنا على الحدود مباشرة، فكان لازم البس الدرع. لكن الاخوان المقاتلين هم الذين قدموا لي فقط للصورة، يعني هذا الرشاش وهذه الخوذة. وهذا زميلي العصام مواسي اللي كان معنا بتلك الرحلة التاريخية، إضافة لزميل آخر اسمه إلي برخية. محطة مهمة طبعا كانت. أي لا شك، نتحدث عنها إن شاء الله. نتحدث عنها. هذا أيضا علم له وقع خاص، يعني فلسطين. علم فلسطين، هو علم فلسطين صحيح، ولكنه هدية من المجاهد الكبير الشيخ رائد صلاح. هل تستطيع أن تقرأها؟ الأخ غسان حفظه الله تعالى: إني أحبك في الله وأسأل الله تعالى أن يجمعنا في المسجد الأقصى المبارك. أعزائك ورماء، أخوكم رائد صلاح، 9 مايو 2010. هذه محتفظ فيها طبعاً. أي طبعاً. هلا في أشياء محتفظ فيها يمكن ما حطتها هنا، كان في مكان آخر، في طابة بيسبول أهداني إياها كاسترو. 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 وموقع عليها عزيزي غسان كذا، يعني فيدال كاسترو بتاريخ 2000، كان عام 2000. طبعا تلك مقابلة كانت مقابلة شهيرة ومقابلة تاريخية مع كاسترو. طبعاً. مقابلة تاريخية، لأنه هو كان منزعج جدا من تلك المقابلة. يعني هو في البداية كان منزعج من المقابلة. هو انزعج. هو في البداية كان يعتقد أنه يعني أنا صديق وكذا وإلى آخره، فإذا بيواجهه بأسئلة، فبالأخير قال لي: أخي أنت من أين آتي؟ أنت جاي من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا فعلا كنت جاي من أمريكا، وأنت مع الرأسمالية ومع الإمبريالية. صار هجوم عليك. هجوم علي، وكيف أسأله بتلك الطريقة؟ لكن بعد إذن يعني قال لي: من وين جاي؟ قلت له: من لبنان. قال: من الأول قل لي من جنوب لبنان. وهداني هذه البيسبول. هذه جيتار عمرها 35 سنة. 35 سنة يعني منذ تعلق في هذا الجيتار تحديدا، لأنه هذا الذي كان معي. و ليش ما شريت جيتار جديد يعني إذا كان؟ لا خلاص، هذا خلاص بقي معي وتعلق بهذا الجيتار وخلاص. وين أنتقل لازم يكون معي هذه الجيتار، يعني حتى أتصور حتى بالصم. طبعا هنا إذا بتشوف بسم الله الرحمن الرحيم: وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا شعاري أنا في الحياة. جميل. والحمد لله الذي حصلت على هذه اللوحة. نعم. هاي الصورة صورة الوالد؟ هذا والدي، وهي سجادي على فكرة. سجادة من الصوف. سجادة من الصوف، هذه هدية من زوجتي في عيد زواجنا، وهي بقيت يحيكها لمدة سنتين. تصور، احنا اعطيناها صورة وسبحان الله يعني اتقنها بشكل شديد جدا. يعني شوف حتى الفي، حتى الظل، حتى هذا رجل رهيب. سنتين بس، هذه عقلية إيرانية في النهاية. تصور واحد عنده جلاد يعني يبقى يحيكه سجادة لمدة سنتين، يعني فترة طويلة جدا. يعني. لكن واضح انها جدا عزيزة عليك. يعني لا شك، لا شك. والدي رحمه الله توفي صغيرا شابا في عمره 48 سنة، سكتة قلبية يعني ما كنا احسن. هذا والد زوجتي، أنا للأسف ما لا أعرفه، الشهيد محمد صالح الحسيني. أنا للأسف لا أعرفه، بس هو أيضا توفي شابا، كان عمره أعتقد 38 سنة، يعني أصغر من والدي. أنا والدي توفي بسكتة قلبية، ولكن والد زوجتي قتل، فنحن نعتبره شهيدا. قتل هنا في بيروت، كان مناضلا مع الثورة الفلسطينية ثم مع الثورة الإسلامية في إيران.
بدأ المعركة في تونس وانطلق بها إلى رحاب العالم العربي بأكمله، وهو مدجج بأمضى أسلحة العصر الحديث لمواجهة آلة الفساد ولفرض الحقيقة، وهو سلاح الإعلام على حد قوله. كانت الصحافة وسيلته لاستخدام ذخيرته الحية من جرأة الكلمات وصدقها لتكريس الحق والحقيقة. فعمل مراسلاً للقسم العربي في الهيئة العامة للإذاعة البريطانية البي بي سي، وفي جهات اللندنية وعدد من الصحف العربية، إضافة إلى المعهد العربي للدراسات الدولية في واشنطن، ليقتحم بعدها تجربة التقديم التلفزيوني. وكما أن للنور خاصية التمدد والانتشار والانطلاق في خط مستقيم نحو الهدف، فقد ذاع صيت الإعلام غسان بن جدو وبزغ نجمه متصاعدا منتشرا عبر الفضائيات. أستاذ غسان، إذا بدنا الآن نعود معك بالذاكرة إلى تقريبا عام 90، بداية العمل، الاحتراف العمل المهني بعد تونس، كانت بداية الانطلاق من جريدة الحياة. عمليا نعم، يعني كصحافي محترف تستطيع أن تقول أني بدأت عام 90 في الجزائر مع صحيفة الحياة. أنا كنت مراسل الحياة هناك، بقيت حوالي سنة ونيف، لكن بعد إذن اضطررت لمغادرة الجزائر و إلى واشنطن. لا، جيت إلى بيروت. إلى بيروت. جيت إلى بيروت، كان عندي وضع خاص. ثم عملت فترة وجيزة في قناة المنار. كان المنار في بدايات الأولى. تريد هي بدأت تقريبا، بس كان عندها رغبة في الانفتاح على ما تسميه بالآخر. لأنه تعرف أنا لست جزءا من حزب الله، يعني لا تنظيميا ولا، ولكن كان هناك أصدقاء فتشاوروا، ربما أنا انتمائي للمنار يفتح باب مع الطرف الآخر. وأنا الحقيقة لم أجد شخصا ينصحني بالانتماء للمنار. ابتعد عن المنار. نعم، كان عندهم هاجس من الأصدقاء، يعني خصوصا ليست لهم علاقة لا بحزب الله ولا حتى بالطائفة الشيعية، يعني فإنه لا، يعني المنار وبتعرف هذا حزب الله وكذا. وأنا ما كنت أجد حرج في النهاية، هذا طرف يمثل المقاومة وأنا رجل أدعم المقاومة، وطالما هذه القناة ستوفر لي مجال من الحرية لما لا. وفعلا انتميت إلى المنار وقدمت برنامج، كان برنامج اسمه مرايا الأحداث. كانت إمكانات متواضعة جدا للمنار وقت ذاك، يعني إمكانات تقنية وإمكانات حتى بشرية، بس الإمكانات البشرية كانت هناك كعدد، أنا أقصد كان في، يعني في كان في بعد نضالي أكثر من شيء آخر. طيب، لكن كانت يعني تجربة وجيزة يعني. بعدها انتقلت للعمل، ثم أصبحت مدير تحرير، ثم رئيس تحرير مجلة شؤون دولية اللي يصدرها المعهد العربي للدراسات الدولية في واشنطن. ثم بعد إذن انضميت للبي بي سي. أنا كنت ذهبت إلى طهران، فهناك كنت على أساس البي بي سي أعمل معها فترة وجيزة، لكن بقيت سنوات في البي بي سي، في البي بي سي وفي جريدة الحياة في طهران. ثم انتميت إلى قناة الجزيرة من 97 أصبحت مدير مكتب الجزيرة في طهران، ثم مديرا إقليميا، وبدأت في التقديم. كان في عرض من قبل الجزيرة أن ننتقل إلى الدوحة، واستقر في الدوحة وأصبح مذيعا وأقدم برنامج سياسي، هذا الكلام عام 99، ولكنني ما قبلت، لأن أنا إجمالا لا أحب العمل في المركز، يعني تحب العمل الحر هذا الخارجي، العمل في الأطراف البعيدة، لأنه المركز إجمالا أنا ما لا أحبذه، كثيرا. فبقيت هكذا وبدأت في تقديم برنامج حوار مفتوح، كان أول حلقة كانت على هامش تحرير جنوب لبنان عام 2000، وكانت أول حلقة في معتقل الخيام، وقدمت البرنامج بهوية جديدة يعني حتى مختلفة بشكل غير تقليدي يعني البرامج الحوارية الأخرى بالكامل تقريبا يعني. ثم استقريت يعني كمقدم برنامج وكمدير مكتب، ثم انتقلت إلى بيروت. طيب، يعني تذكرت جريدة الحياة في الجزائر، معهد واشنطن للدراسات الدولية،
محطة البي بي سي، محطة المنار، محطة الجزيرة، هما كلها مدارس مختلفة إعلاميا. نعم. هذا الاختلاف هل أضاف شيء جديد إلى غسان بن جدو؟ والله في الحقيقة ملاحظتك في محلها ذكية جدا، لأنه هي محطات مختلفة بل بعضها متناقض تماما. هذا يعني أولا أنه أنا صحيح رجل مسيس، بس أنا لست مؤدلجا مغلقا، لا مغلقا ولا منغلقا على نفسي وعلى ذاتي. المسألة الثانية وهذه مهمة، وأنا أتعاطى مع الإعلام يعني كوسيلة لمخاطبة الرأي العام وليست وسيلة حزبية ولا إيديولوجية ولا سياسية. الإعلام هو جزء من البناء المجتمعي وبناء الرأي العام، صناعة الرأي العام ونقل الحقائق كما هي، أن تكون عبر المنار، أن تكون عبر معهد الأسد الدولي بواشنطن، أن يكون عبر البي بي سي، عبر الجزيرة، عبر الحياة، عبر أي وسيلة أخرى، وسيلة إعلام أخرى. المهم أولا أن تكون وسيلة إعلام محترمة، هذا بالنسبة لي أمر مهم، وكل وسائل الإعلام اللي تفضلت بذكرها الآن أنا في رأيي وسائل إعلام محترمة، وسائل إعلام مهنية، البعض يختلف معها، البعض يتفق معها، وفي كل وسائل الإعلام بكل صراحة تلك أنا كنت أجد ذاتي وأجد حريتي في كلها، في كلها بدون سنة. وعندما اصطدمت بحريتي وذاتي أنا تركت، على فكرة أنا تركت البي بي سي، لأنه اللي حصل معي أنه أنا عملت في البي بي سي وفي الحياة وفي الجزيرة في وقت واحد، في وقت واحد، في وقت واحد، ولكن البي بي سي خيرتني بين أن أبقى في البي بي سي وأن أو نختار الجزيرة، فأنا اخترت الجزيرة، تركت البي بي سي واخترت الجزيرة وبقيت مع الجزيرة والحياة. الحياة أيضا خيرتني في لحظة من اللحظات بين الحياة وبين الجزيرة، وبين الحياة وبين الجزيرة. تعرف أنه أنا عملت في فترة كان فيها العلاقات السعودية القطرية ليست ودية، والحياة في النهاية يعني جريدة سعودية، فتمت يعني خيرت بين أن أبقى في الحياة وأن أنتمي أن أبقى في الجزيرة، فأنا اخترت قناة الجزيرة، وهذه مسيرة مهنية حتى بالآخر اخترت نفسي وتركت قناة الجزيرة. تذكر أول لقاءاتك اللي كانت مع الزعماء اللبنانيين؟ يمكن كانوا بالأربعة وثمانين، كانت مع نبيه بري. تلك مسألة مختلفة بعض الشيء، أنا في ذلك الوقت لم أكن أستطيع القول أني صحافي محترف، كانت بداياتي الصحفية، يعني أنا كنت في تونس كنت أكتب، لكن بدايات كانت بدايات يعني جيدة، مجموعة من أبرز الزعماء كانوا حققت لك يعني انتشار واسع بوقت قصير جدا. شوف أستاذ عمار، أنا مؤمن أيضا بالحظ، يعني أنا أقول لك بلا تواضع مغشوش أنه أنا رجل الحظ والرعاية الإلهية لعبت معي دور كبير. أنا في النهاية صحفي مغمور في تونس، يعني هاوي، وجئت إلى لبنان في عز الحرب الأهلية، وليس من السهل أن أنت تأتي لهنا وتعمل تحقيقات ميدانية عن الحرب وتذهب بين الضاحية وبين بيروت الغربية حيث نحن الآن متجهين الضاحية، وبين بيروت الشرقية حيث كنت أقيم، ولم يكن من السهل أن تجمع كمان كل الأطراف بدون استثناء. أنا الحظ لعب معي، أنا موجود في بيروت الشرقية، نقيم في بيروت الشرقية، اتصلت بالقوات اللبنانية، وخالي بالمناسبة من القوات اللبنانية فسهل الأمور، والتقيت بخيرات القوات اللبنانية. كنت أود أن ألتقي، كان وزيرا ذاك رئيس حركة أمل نبيه بري، ولم يكن سهلا مطلقا أن تلتقي نبيه بري، كان نبيه بري في عزه، في عزه يعني تقريبا أهم شخصية في البلد في منتصف الثمانينات بعد الوضع كان، خصوصا بعد انتفاضة شباط، فأن تلتقي نبيه بري كانت التقيت لست أدري من، والذي حصل معي بالصدفة، لأنه أنا ما كان عندي خبرة صحفية، وين